أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية الإخبارية والتي يسيطر عليها روح النجاح. نجاح قمة المناخ COP27 والتي تستضيفها مصر في شرم الشيخ والتي خرجت بنتائج إيجابية تبعث الأمل في مواجهة التغيرات المناخية. إذن اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ على اتفاق شامل للمناخ، كما اتفقت الدول على إنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية المتضررة من الكوارث المناخية. أقر مؤتمر COP27 إعلانا ختاميا يحث على خفض سريع لانبعاثات غازات الدفيئة، ويعيد التأكيد على هدف حصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. بداية أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خلينا بداية نعلق على ما قاله وزير الخارجية سامح شكري بأن ما حققته هذه القمة هو تأكيد حي على أنه مؤتمر التنفيذ. كيف تابعت فعاليات هذه القمة وأيضا النتائج التي خرجوا بها منذ ساعات قليلة؟ فعلا طبعا المؤتمر COP27 في شرم الشيخ صراحة مجهودات جبارة من الرئاسة المصرية على مدى أسبوعين. كان هناك زخم كبير على مستوى المفاوضات وعلى مستوى كل النقاشات والفعاليات والحوارات. بطبيعة الحال الرأي العام كان يترقب ما هي مخرجات المؤتمر في نهاية هذه الأيام. كان هناك طبعا صعوبة في التفاوض خصوصا مع الدول الكبرى، كان هناك ربما تمنع من الدول الكبرى لموضوع يعني تخفيض الانبعاثات بشكل جذري او بشكل فوري، يعني التوقف عن استخدام الوقود الاحفوري، لكن كان هناك اختراق اعتقد بفضل جهود الرئاسه المصريه. هناك كان اختراق اعتقد تاريخي بخصوص احداث صندوق تعويض عن الخسائر والاضرار للدول الهشه التي تتعرض بشكل اكبر والمتاثره بشكل اكبر بتاثيرات التغيرات المناخيه. اذا موافقة على هذا الصندوق ضرر الخسائر واعتقد اكبر مكاسب هذا المؤتمر. من جهه اخرى طبعا اكيد كان هناك ربما بعض الخيبه عند بعض الجهات من موضوع على عدم التزام الدول الكبرى بالخفض الفوري لانبعاثات الغازات الدفيئه من خلال استخدام الوقود الاحفوري، لكن اعتقد في المجمل انه في ظل تمنع الدول الكبرى وفي ظل المفاوضات العسيره وتمديد المفاوضات لغايه الفجر اليوم اعتقد الحصيله ايجابيه، وننتظر بطبيعه الحال ان يعني في اطار يعني شعار التنفيذ الذي اطلقته الرئاسه المصريه لهذا المؤتمر. اعتقد هناك يعني اعتقد الموضوع يعني المؤتمر ايجابي جدا والمجهودات كانت جباره للحصول على هذا المكسب.
صندوق الأضرار والخسائر، وأغلب الدول التي سوف تستفيد من هذا الصندوق رحبت بالاتفاق التاريخي، ونأمل إن شاء الله أن يكون الآلية يتم المصادقة عليها في المؤتمر القادم، ويتم بالتالي تفعيل الحصول على التمويل من طرف الدول الهشة والأكثر تعرضا لتأثير التغيرات المناخية. بالمقابل طبعا الحال بالتوازي مع ذلك كان هناك زخم كبير، أعتقد مصر جمهورية مصر العربية ستستفيد بمشاريع كثيره جدا، تم التوقيع على عشرات العقود المتعلقه بمشاريع الهيدروجين الاخضر، متعلقه بمشاريع الطاقه المتجدده، متعلقه بمشاريع الترابط بين الطاقه والمياه والغذاء. اعتقد حصيله ايجابيه جدا لجمهوريه مصر العربيه، ليس فقط على مستوى مصر لكن على مستوى حملها لصوت المحيط العربي والافريقي في هذا المؤتمر، وتدافعها ودفاعها عن حقوق ومطالب الشعوب التي يعني متأثرة بشكل أكبر بتأثيرات التغيرات المناخية. نعم. دكتور جواد، طيب ونحن نتحدث عن صندوق الخسائر والأضرار، إلى أي مدى إنشاء هذا الصندوق والموافقة عليه يعتبر علامة فارقة ومميزة لهذه القمة كوب 27 عن سابقتها من القمم؟ طبعا هو علامة فارقة لأنه في المؤتمرات السابقة تم الحديث عن هذا الموضوع ولم يعني يتم الدفع بشكل أو بآخر إلى إحداث الصندوق أو الاقتراب من هذه النقطة. يعني كان هناك تدافع بخصوص النقطة السادسة من مؤتمر المناخ الباريس ونقاط أخرى، لكن هذه أول مرة يحصل هذا الاختراق وإحداث فعلي لهذا الصندوق بشكل رسمي في مخرجات المؤتمر. إذن هذا فعلا اختراق فعلي، والفضل يعود طبعا لحد الرئاسة المصرية وجهودها لحشد الحشد الفعال للوفود التفاوضيه سواء وفود الدول او الوفود المجتمع المدني والاطراف الاخرى. إذن اعتقد هذا اختراق يعني يحسب للرئاسه المصريه ويحسب لمصر، والمؤتمر لم يخرج خاوي الوفاد، بالعكس هذه نقطه ايجابيه جدا تحسب لمصر. وبطبيعه الحال لا يمكن ان لم يكن ممكن الحصول على اكثر من ذلك بسبب طبعا السياق العالمي الحالي، سياق الحرب الاوكرانيه الروسيه، سياق طبعا الأزمة الطاقية والأزمة التضخم أو الاقتصاد العالمي، يعني لم يكن ممكن للأسف الحصول على اختراق بخصوص تخفيض الانبعاثات، لكن كذلك لم يتم اغتيال 1.5 درجة مئوية، أعتقد لا زال هناك أملا للحفاظ عليها. فقط طبعا نتمنى التزام الدول الكبرى بالخفض التدريجي وإن شاء الله الفوري في السنوات القادمة لاستخدام الوقود الأحفوري والعودة إلى الفحم الحجري. نعم، من ضمن ما جاء في بنود أو ملخص لختام هذا المؤتمر هو الحاجة الملحة لخفض فوري وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية، وكما نعلم أن المصطلحات لها دائما دلالة، يعني حتى ربما المصطلح الواحد يأخذ يعني وقت من النقاش حتى يتم التوافق على مصطلح معين. أهمية فكرة ومستدام للانبعاثات العالمية، أهمية هذا التعبير تحديدا أن يكون من ضمن ما خرج به أو خرجت به هذه القمة؟ هو فعلا تماما، يعني في المفاوضات يعني أحيانا تدوم ساعات لمجرد تغيير كلمة أو كلمتين، عندما نتحدث عن فيز أوت وفيز داون أو تخفيف أو التوقف بشكل فوري أو بشكل تدريجي، هناك فرق طبعاً الحال، والوفود تتدافع للدفاع عن جملة أو كلمة من هذا القبيل، وبالتالي طبعاً تضمين هذا البيان الختامي لموضوع المستدام والموضوع يعني الالتزام بالوقوف عند 1.5 درجة عوض 2 درجة، ده مكسب مهم جدا ويحسب كذلك البيان الختامي. إذا موضوع الكلمات ده مهم جدا جدا ويستغرق ساعات يعني الاتفاق عليه أو لإجبار الأطراف المختلفة للموافقة عليه في النص النهائي. إذا فعلا كما تفضلتم موضوع التضمين أنه يكون الالتزام بالانتقال الطاقي المستدام، الالتزام ب موضوع 1.5 درجة، يعني نقاط مهمة جدا وإدراجها هي مكسب ليس فقط حبر على ورق. طبعا الحال أكيد موضوع التنفيذ والوفاء مرة أخرى بالتزام بتمويل الدول أكثر هشاشة من خلال صندوق الأضرار والخسائر سوف ننتظر تفعيله، لأنه فعلا المصادقة وإحداث الصندوق هو طفرة، هو اختراق، لكن ننتظر كذلك تفعيله في الكوب القادمة إن شاء الله، ويتم فعلا الاستفادة من ذلك الصندوق بشكل فوري من طرف الدول أكثر هشاشة في العالم. نعم، دكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جزيل الشكر لحضرتك.
مشاهدينا الكرام، قال وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 إن ما حققته قمة شرم الشيخ هو تأكيد حي على أنه مؤتمر للتنفيذ. كما أشار إلى أن كوب 27 تم الاتفاق خلاله على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمجاهدة تداعيات تغير المناخ، وأكد أن هذا يعد إنجازا تاريخيا. ما حققه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي ما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ. لم يكتفي بالقرارات التقليدية، وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية، الانتقال من الرئاسة البريطانية للرئاسة المصرية، بتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة و تعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. أضاف شكري أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات ذات الارتباط الوثيق بقضايا تغير المناخ. أكد أيضا أنه تم التفاعل مع كل المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، مما يفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار دعم جهود مصر في مجالات التخفيف والتكيف. المؤتمر على مدى الأسبوعين شهد مشاركة ل 112 رئيس حكومة ودولة، فعاليات خلال الشق الرفيع المستوى لدوائر مستديرة تناولت عديد من الموضوعات ذات الارتباط الوثيق بقضايا تغير المناخ. تم خلال المؤتمر طرح الأيام الموضوعية بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، كما تم التفاعل مع كافة المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال في أحداث متتالية تفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار دعم جهود مصر في مجالات التخفيف والتكيف من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ. كما أكد شكري مواصلة تنسيق المواقف مع الرئاسة المعنية بقمة المناخ المقبلة، وأشار إلى أن معظم الدول المتضررة من تغيرات المناخ هي الدول النامية. سوف نستمر خلال رئاسة مصر للقمة هذا العام حتى يتم التسليم إلى دولة الإمارات الشقيقة أن ننسق، وقد بدأنا بالفعل التنسيق مع الرئاسة المعينة للقمة، وسوف نواصل العمل من خلال الفعاليات المختلفة من أجل استمرار الدفع قدما لقضية التعامل مع تحديات قضية المناخ. التقدير بأنه هذا العمل والدول المتعرضة للأخطار في معظمها هي دول نامية حتى تستطيع أن تقوم بمسؤوليتها، وهي مسؤوليات تتم في إطار المبدأ الخاص بمسؤولية مشتركة متباينة الالتزامات، لابد أن يتوفر لها الموارد والتكنولوجيا والتمويل الذي يؤهلها بأن تطلع هذه المسؤولية وبدورها، فلديها كل رغبة وكل إدراك لمدى خطورة هذه الظاهرة. كما أوضح شكري أن رئاسة كوب 27 استمعت لكل الآراء للتوصل إلى توافق بين جميع الدول المشاركة، أشار إلى أنها انتهجت مسارا يتيح مشاركة جميع الأطراف خلال هذه القمة. انتهجنا مسار يتيح مشاركة كافة الأطراف
ويتيح استمرار هذه المشاورات من خلال توفير والدور الجوهري اللي تم الاطلاع به من قبل مجموعات الوزراء الذين دعموا الرئاسة في تيسير هذه المشاورات وإتاحة الفرصة والاستماع إلى كافة الآراء. وعندما لم تؤتي هذه الوسيلة بالنتائج المرجوة أخذت الرئاسة على عاتقها بأن تستمع مرة أخرى إلى تقارير الأطقم الوزارية، ولكن أن تفتح المجال بشكل مباشر بعد المتابعة لكل هذه المراحل بأن يعقد على مدى ال 48 ساعة الماضية اجتماعات متواصلة على مدار الساعة في 48 ساعة يعني كاملة تقريبا ما عدا ساعة أو ساعتين للاستماع إلى كافة الآراء والاطلاع على مواقف كافة المجموعات التفاوضية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور تحسين شعلة، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية والخبير البيئي. دكتور تحسين، بعد التحية، جهود كبيرة بالفعل تمت وخاصة كمان من قبل مصر في هذه القمة، قمة المناخ، لإنجاحها، وبالفعل انتهت هذه القمة والكل يشيد بالنجاحات التي تمت. دعنا نضع عدد من النقاط أو عدد من العناوين التي تلخص هذه القمة وما خرجت به. في البداية بشكر حضرتك وبشكر القناة على المداخلة، وبشكر القناة شكر خاص جدا على اهتمامها بتغطية كافة الإجراءات أو كافة الجلسات التي تمت أثناء المؤتمر قمة المناخ كوب 27. وهذه الإشادة يجب أن تكون يعني على يعني يجب ان تستمر تلك الاشاده بقناه سي بي سي نيوز، لان انتم كنتم حريصين كل الحرص على تقديم الدعم وتقديم كافه المعلومات الخاصه بالمؤتمر. جزيل الشكر. ثانيا يجب ان اشيد بجهود الدوله المصريه الرائعه في تنظيم قمه المناخ، وحرص الدوله المصريه على الحصول على او التاكيد على الحصول على الدولة المصرية على ما تعهدته في بداية المؤتمر، ألا وهو أن مؤتمر قمة المناخ 27 هو الانتقال من حيز التعهد إلى حيز التنفيذ، وهذا ما أقره المؤتمر بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول في مواجهة التغيرات المناخية. وهذا عمل يجب أن نفخر به، لأن جمهورية مصر العربية كانت سباقة في الانتقال بالمؤتمرات قمم المناخ السابقة من حيز التعهد إلى حيز التنفيذ. إضافة إلى ذلك، امتداد المؤتمر إلى يومين إلى ما بعد المؤتمر يؤكد حرص جميع الدول على الخروج بتوصيات تتيح لجميع الدول تنفيذها، وهذا يعتبر يعني شيء إيجابي يدل أن جميع الدول اجتمعت على الأرض المصرية للخروج بالتوصيات التي تواجه التغيرات المناخية. خروج بتوصيات يتم التوافق عليها إذا تكون قابلة للتنفيذ وتنفذ على أرض الواقع، لا تكون فقط بعض العناوين أو بعض الكلمات. لا، هي مجرد إنشاء الصندوق للتمويل أو الصندوق الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية أو لمواجهة الخسائر والأضرار، ده في حد ذاته حاجة إيجابية جدا. الدول الكبرى كانت داعمة للمؤتمر، وكان جميع يعني دول بالذات الولايات المتحده الامريكيه والصين بدات تدخل في الحوار، وفرنسا والمانيا كانوا داعمين بقوه للمؤتمر، وهذا اعطى مدلولا ايجابيا لكافه الدول. لذلك اخذت الايام يعني اخر يومين كانوا ايام مفاوضات ومرونه، وكان وادار السيد سامح شكري وزير الخارجيه المفاوضات بمرونة هائلة للخروج بتوصيات تكفل تلك التوصيات أن تنفذ دون الرجوع مرة أخرى إلى الوراء. ما تم بمؤتمر قمة المناخ
وما نجحت به الدولة المصرية في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار جعل هذا ملزما لجميع الدول وبالأخص الدول العظمى إلى تمويل صندوق الخسائر والأضرار بما تعهدت به الدول سابقا. إضافة إلى ذلك فإن الدول فإن جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية والدول النامية كما ذكرنا مسبقا أننا لسنا السبب في الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، بالذات يعني الدولة المصرية مع جميع دول أفريقيا لنسبة الانبعاثات الكربونية 4%. وبالتالي ما حدث من أحداث سيئة للعالم بالأخص في أوروبا من حروق الأشجار الغابات ومن استخدام بعض الدول العظمى لقطع أشجار الغابات بما ينافي التعهدات الأمم المتحدة، هذا وإن دل يدل أن الدول العظمى في الوقت الحالي بتدرك أن ما تم وهذا الإدراك هو الذي ترجم على أرض الواقع. دكتور تحسين، وعذرا بالتأكيد للمقاطعة لكن دائما من الوقت يداهمنا، لكن هذه الترجمة هي التي أسفر عنها صندوق الأضرار الخسائر والأضرار، وإذا ولهذا على الأصح هناك الكثير من الإشادات بهذه القمة والنتائج التي خرجت بها. دكتور تحسين شعلة، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية والخبير البيئي، جزيل الشكر لحضرتك وعذرا بالتأكيد على المقاطعة نظرا لضيق الوقت. ومشاهدي الكرام، بهذا وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذا التوقيت، لكن بالتأكيد المتابعات والتغطية مستمرة مع حضراتكم. إلى اللقاء.